وفي لبنان هز في الساعات الماضية خبر العثور على 5 جثث داخل منزل في منطقة كرشيمة في قضاء بعبدة. القصة بدأت عندما اشتكى أحد الجيران من روائح كريهة جدا منبعثة من داخل المنزل، بالإضافة إلى الشكوك حول التصرفات الغريبة لكل من الياس وكريستو قاطدي المنزل، وتم التبليغ عنهم من قبل الجيران أكثر من مرة. فقامت القوى الأمنية بالحصول على إذن قضائي لمداهمة المنزل، وعند تفتيشه وجدوا 5 جثث وتم العثور على والدتهما التسعينية داخل المنزل. أما الشابين فهما متواريان عن الأنظار، وتم البدء بالتحقيقات من قبل السلطات الأمنية. هناك عدة روايات متداولة عن هوية الجثث، فقيل إنها تعود لجدهما وجدتهما وثلاثة أفراد آخرين من عائلتهما، وأنها منذ فترة زمنية طويلة. وهناك رواية أخرى قالت إنها تعود لوالدهما وشقيقيهما وثلاثة آخرين من أفراد العائلة. وتم تداول أخبار عن كريستو أنه سلم نفسه للسلطات وقال إن أخاه الياس توفي منذ 10 أيام، لكن للآن ليس هناك أي بيان رسمي من السلطات اللبنانية حول ملابسات هذه القضية.